خليني أبدأ مع حضراتكم، وأنا مشفق على حضراتكم الحقيقة، أنا مشفق على كل جمهور النادي الأهلي. يوم امبارح كان يوم حافل بالمباريات. النادي الأهلي عندما تفكر في النادي الأهلي تفكر أن هذا النادي هو نادي كبير وعظيم، نادي دايما بيكون في حتة تانية. مع احترامي للجميع، احترامي لجميع المنافسين اللي بيعملوا النادي الأهلي مختلف بكل المقاييس، لما يكون في نادي بيوصل لكأس العالم للأندية في 3 لعبات، ويشارك في كأس العالم للأندية في السلة وفي كرة القدم واليد، أعتقد أن ده إنجاز، وإنجاز كبير جدا، بل وإعجاز. أن يكون بطل قارته في كل الألعاب برضو أعتقد أن ده إنجاز، وإنجاز كبير جدا. امبارح النادي الأهلي كان بيشارك في 4 بطولات قوية، قوية وقارية في نفس الوقت، كرة القدم، في كرة السلة، في الكرة الطايرة، في كرة اليد. أعتقد إن دي أول مرة تحصل في التاريخ إن فريق يكون عنده هذا الكم من الارتباطات القارية في يوم واحد. يوم كان صعب جدا، كل جمهور النادي الأهلي كان قاعد بيتفرج على كل مباريات النادي الأهلي ما بين السلة والطايرة والكورة وما بين كل المباريات الحقيقة. الحمد لله فريق الكورة تعادل مع مازيمبي. انت بتقول الحمد لله يا عم اسلام في ظل ان انت دايما تقول لنا احنا بنلعب على المكسب. اه الحمد لله في ظل الظروف اللي انا عارفها. اللي انا لما اجي اتكلم مع حضراتكم صدقوني انا لعبت مباراتين في مازيمبي في الملعب، كنت في الملعب يعني بلعب. المباراتين دول اصعب من بعض. المباراتين اصعب من بعض، فانا متاكد وحاسس باللي كانت اللعيبه فيه امبارح. فعشان كده بقول الحمد لله ان هذه المباراه انتهت بالتعادل، وكان ممكن جدا لما نيجي نتكلم هنتكلم اكتر. والمباراه دي كانت في الكونغو. طيب من الكونغو للجزائر، وفريق كره اليد امبارح فاز على فريق الجزائري 30-19 في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه. اما في مصر، عندما نعود الى مصر، بطولتين، بطوله افريقيا للانديه في الكره الطائره، والفريق حقق الفوز على فريق الكونغولي 3-0 ويتأهل ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. أما البطولة الثانية وهي بطولة البال أو البال زي ما الناس بتحب تقولها في السلة، فاز النادي الأهلي على فريق أهلي بني غازي 98-86 في مباراة عظيمة جدا للي اتفرج على هذه المباراة. هو ده النادي الأهلي بالمناسبة، كبير مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، مش بس في كرة القدم ولكن في كل الألعاب.